حياكم الله إذا مشاهدينا الكرام، مجددا ما زلنا في تغطيتنا المتواصلة من قلب الشارقة النابض لأيام الشارقة المسرحية في دورتها 15. وتعودنا دائما في استوديو الأيام أن نحاول أن نسلط الضوء على الدول المشاركة الحقيقة وكافة جوانب هذه المشاركة لهذه الدول. هناك العديد من الدول التي تشارك بالندوات الثقافية، بالحرف اليدوية، بالرقصات الفلكلورية، وكذلك أيضا بأنواع عديدة ربما وأشكال متعددة لموروثها الثقافي. أحد هذه الأشكال مشاهدينا ربما هي المعارض الفنية. اليوم نستضيف في استوديو أيام الشارقة التراثية، نستضيف معرض من التراث المغربي وهو بمسمى كذلك أيضا التراث المغربي. هذا المعرض الذي صنع خصيصا ربما وأتى من المغرب مع الفنانة صاحبة هذا المعرض من المغرب الشقيق مباشرة إلى الشارقة. رحب بالفنانة المغربية لبنى شخمون. حياة الله يا لبنى. أهلا وسهلا. مساء الخير. شكرا على الاستضافة. العفو لبنى، حياة الله في الشارقة وفي أيام الشارقة التراثية. هذا المعرض هو يعبر عن التراث المغربي. نعم. وفكرتها تعبر ربما عن الزي التقليدي لأقاليم متعددة في المغرب العربي، ونحن نعرف طبعا أن المغرب هو بلد حضارة وكذلك أيضا ثقافات متعددة وأقاليم كذلك أيضا متعددة، لكل من هذه الأقاليم ثقافته وتراثه وموروثه كذلك أيضا. الجميل. خبرينا قصة بداية المعرض. طلب منك المشاركة في أيام الشارقة التراثية. نعم. طبعا يعني لبيت الدعوة بست لوحات. نعم. خبريني عن فكرة. أولا أشكر إمارة الشارقة على هذا المهرجان المتميز ذو الصيت العالمي. أشكر كذلك معهد الشارقة للتراث على الدعوة. في الحقيقة تمت استضافتي قبل حوالي شهر، قالوا لي بأن موضوع المهرجان هو عن التراث العالمي. نعم. بصفة عامة، فأنا أحببت أن تكون يعني الدعوة التي شرفت بها، يعني رغبت في أن أشارك بلوحات على قدر مستوى الدعوة، فقررت أن تكون لوحاتي خاصة بالمهرجان لم تعرض من قبل. نعم. فقمت برسم 6 لوحات في وقت قياسي 20 يوم فقط. والحمد لله توفقت في ذلك، وكانت لوحات كلها عن مظاهر التراث المغربي لدى الرجال والنساء من مناطق مختلفة من المغرب. ركزتي لبنى في هذه اللوحات على اللباس التقليدي. تماما. سواء كان للنساء أو كذلك أيضا للرجال. نعم. اخترتي يمكن 6 لوحات مقسمة بين النساء والرجال. كيف 3 لوحات للرجال؟ نعم، لابد من المساواة بين الرجال والنساء. 3 لوحات للرجال و3 نساء فقط. كان الوقت ضيق، يعني كان بإمكاني أن أشارك بأكبر عدد، ولكن هذه المشاركة رغم أنها 6 لوحات ولكنها تعتبر نموذج من الثقافة المغربية. نعم. طبعا نحن الآن نشاهد مباشرة هذا المعرض وهذه اللوحات. نعم. تخبريني لبنى عن ربما الزي التقليدي، مثلا هنا نشوف الفارس. نعم. صحيح؟ هذا الفارس المغربي. طيب. هذا اللباس التقليدي ربما متشابه اعتقد في كافة اقاليم المغرب. لان الفروس هي المغربية، هي تقليدية، لها جذور تاريخية قديمة. نعم. تسمى عندنا التبوريضة، فتكون فرقة من عدة فرسان على خيولهم حوالي يعني ما بين 12 او اكثر فارس. يقومون بمسابقة، في نهاية المسابقة يطلق كل فارس بناء على إشارة المقدم، يعني رئيس الفرقة أو السربة، احنا نسميها السربة. نعم. يقوم بإطلاق البارود من البندقية. لازم يعني لابد أن تكون الطلقة في توقيت واحد، إن كانت متفاوتة فهذا يعني أن يعني السباق كان يعني شيئا ما فاشل. نجاح نهاية السباق لازم تكون طلقة في وقت واحد. طلقات كل الفرسان. نعم. تقريبا في وقت واحد في نفس التوقيت. في بالضبط. نفس التوقيت بناء على إشارة رئيسهم هو المقدم. حلو. فأنت عبرت يمكن باللوحة عن كافة التفاصيل، حتى طبعا البندقية اللي يستخدمها يمكن. نعم. في أنا اخترت أن أرسم فارس واحد. نعم. وذلك يعني لكي أركز على شكل اللباس وشكل السرج الذي
يوضع فوق الفرس، يعني أنه يكون مشغول باليد الصانع التقليدي المغربي بخطوط بخيوط ذهبية، يعني بالعقيق، يعني بأشياء كثيرة مصنوع من مواد طبيعية. ما زال هذا اللباس يستخدم كذلك أيضا مثلا في العروض، ما زال إلى يومنا هذا، وهذا يعتبر أكيد ما زال إلى يومنا هذا يستعمل في المغرب، وتقام مسابقات على الصعيد الوطني. نعم. الآن لوحة أخرى كذلك أيضا للبس الرجال. نعم. ربما مو واضحة عندي، يمكن أنا اللوحة أنت ربما أخبر أكثر فيها. هذا خبريني. هو سقاء الماء ونسميه بالدارجة المغربية القراب. القراب نسبة إلى القربة، يعني القربة. أيوة. التي يحملها تكون مصنوعة من جلد الماعز، وهي يعني منظفة جيدا من الداخل بالطبع. نعم، هذه السوداء التي على يحملها على يمينه. نعم، هي طبعا القربة. نعم، هي القربة تكون مملوءة بالماء. لباس لبنى يعني مميز جدا. ربما يعني في العديد من الرسومات، هناك أيضا غطاء يستخدم على الرأس ربما. نعم. للقراب أو نعم. القراب القراب. نعم القراب. لباس أولا لباس هو يعني فيه ألوان مزركشة. نعم. لو لاحظتي في اللوحة يحمل جرس، يعني هو كان يكون كان في المدن القديمة التاريخية مثل مكناس وفاس ومراكش والرباط، يكون في الساحات وفي الأسواق. يعني في القديم لم يكن هناك حنفيات أو قنينات بلاستيكية للماء إلى آخره، فكان الناس عندما يشعرون بالعطش يذهبون مباشرة إلى القرب الذي يجلب يعني سمعهم، يجذبهم بالجرس. بالجرس أكيد. ولباسه يظهر من بعيد. نعم. فكانوا يعني يشربون الماء مقابل مادي بسيط، كانت مهنة. حاليا مع الأسف أن عدد القرابين بدأ يقل، وأصبح في معظمه واجهة سياحية أكثر. بس هذا اللباس اللي كان يلبسه القراب كان موجود في كل مناطق المغرب تقريبا؟ كان موجود في كل المناطق، يعني في هذا القراب يعني ممكن تقول لباس موحد في جميع المدن التاريخية، يعني الألوان والقبعة الملونة والمزين لباسه بقطع نحاسية وفضية. صحيح صحيح. ويحمل يعني كؤوس نحاسية مذهبة. أها جميل. نعم. جميل لباسه جدا. شكرا. أنا وايد حبيت اللباس. نعم. في لوحة ثالثة شفناها، يمكن يا ريت محمد مخرجنا نشوفها هذه اللوحة بالتحديد. نعم. هذه أول لوحة لامرأة نشوفها الآن. نعم. طيب. هذه لوحة امرأة سوسية، يعني منطقة سوس عندنا في جنوب المغرب. هي. منطقة أكادير ونواحيها. يعني هذا لباس للمرأة الأمازيغية في هذه المنطقة. كما نلاحظ تلبس القفطان المغربي، تضع العقد الذي نسميه اللبان، السبنية الحمراء هي منديل على الرأس، والزيف هو يعني منديل يعني مزخرف مثل يعني مش مثل الأبيض. الشبكة في الأبيض. نعم. إيه. وفي طبعا ذهب كذلك أيضا. هذا ذلك فضة، يعني المرأة الأمازيغية بصفة عامة تزين يعني نفسها بالقطع الفضية، فضية نسميها النقرة، يعني الفضة، ومطعمة بالأحجار الكريمة، يعني على الرأس، في الرقبة. هي. في المعصم. هذه طبعا لوحة أخرى كذلك أيضا لامرأة جميلة من منطقة أخرى. أعتقد. نعم. في خلفها شلال. لا لا لا، لوحة جيدا، يعني لما المخرج يأخذ اللوحة بالكامل من بعيد شوية، هي الفتاة تجلس أمام زقاق ضيق. أه. والجدران مطلية باللون السماوي، بالأزرق السماوي. الأزرق. نعم. لماذا؟ لأن هذه الفتاة هي من شمال المغرب. في شمال المغرب مدينة اسمها شفشاون، مدينة صغيرة جبلية جميلة جدا، كل البيوت فيها يعني مصبوغة باللون الأزرق السماوي. جميل. فهذه ميزة مثل لون البحر يمكن. تمام. وهي المدينة لا تطل على البحر، ولكن هذه ميزتها لونها سماوي. فالفتاة من شمال المغرب. فيها شجرة الفتاة شقراء. أوضح، يعني معظم سكان شمال المغرب يتميزون بالبشرة البيضاء والشعر المائل الأشقر، يعني هذه ميزة. عشان شئتي يمكن وضحتها التفصيل ربما في اللوحة. وهي تلبس لبسها مختلف تماما يمكن، أو يعني في اختلاف حتى في غطاء الرأس وغيره عن المرأة اللي سوسية مثل ما ذكرتي. أكيد. أو من سوسة. نعم، هناك بعض اختلاف طفيف. مثلا القفطان هو يلبس في جميع أنحاء المغرب. هي. وأنا ركزت في اللوحة على أن القفطان بأكمام واسعة. لأن زمان يعني في القديم كان النساء يلبسن القفاطين، كانت واسعة شيئا. واسعة الأكمام.
واسع بصفه عامه، لان حاليا مثلا هناك تحديث في القفطان، صحيح اصبحت تصاميم اكثر تحديث وعصريه يعني صحيح. اكثر، ولكن الاختلاف ما بين المناطق الاخرى انها تضع حول خصرها فوطه يعني مخططه بالاحمر والابيض، هي. والقبعه قبعة عن الشمس، يعني النساء في شمال المغرب يضعن القبعات خصوصا في القرى، يعني عندما يكون في الأسواق في الحقول خارج المنزل يعني حماية من الشمس، وهذه ميزة تميز نساء شمال المغرب. أنا أحببت أن أضع القبعة يعني كميزة كتفصيل مهم، تفصيل مهم تضعه على ظهرها لكي أظهر المنديل الرأس اللي هو السبنية. السبنية لو لاحظتي مثل الفتاة السويسية، يعني السبنية كذلك توضع في مجموعة من المناطق من المغرب. هذه كذلك ايضا لوحه لرجل اعتقد انه يصب الشاي، الشاي المغربي. كلميني لبنى عن هذه اللوحه، تعبر عن ماذا؟ ولباس كذلك ايضا الرجل اعتقد بانه مختلف تماما، يعني يمكن من بيئه بدويه اكثر، بيئه صحراويه. صحراويه انا بدوية. لم يفتني في هذا المعرض ان اشارك بلوحه عن الصحراء المغربيه، نعم. امثلها في رجل صحراوي. رجل صحراوي لباسه طبعا يعني يكون فضفاض واسع، ويجلس في الخيمة. يعني هنا يعني في الصحراء لدينا منازل عصرية إلى آخره، ولكن أحببت أن أبرز الجانب التقليدي، يعني يجلس في الخيمة ويصب الشاي المغربي للإشارة فقط. في المغرب يعني الشاي المغربي هو يميز جميع المناطق، بالتأكيد. ولكن في الصحراء المغربية الشاي المغربي الصحراوي مميز بكونه شاي قوي، يعني لديه مو نفس الشاي الأخضر اللي نحن متعودين هو عليه، هو شاي أخضر ولكن لديه طقوس خاصة في التحضير، هي. يكون الشاي فيه يعني أكثر تركيز، يعني شاي قوي. هذا ميزة وهو معروف يعني الحمد لله على الصعيد العالمي. بالتأكيد أصبح يعني يمكن المطبخ المغربي بكافة ربما أكلاته هو مطبخ عالمي أكيد. الآن ومطبخ جميل جدا بالتأكيد، يعني أكيد هو مميز عالمي ومميز طبع. بالتأكيد. عموما لبنى كل الشكر لك بالتأكيد، أشكركم. هذه دعوة منا بالتأكيد لزيارة معرض التراث المغربي الموجود هنا في ساحة التراث. شكرا لك لبنى. شكرا لكم، سعدت بلقائكم. العفو. إذا مشاهدينا بننتقل لتقريرنا لهذا المساء، وهنا في أيام الشارقة التراثية تشارك العديد من المؤسسات بأجنحة مختلفة، وهذه الأيام هي فرصة لعرض مبادرات هذه المؤسسات. اليوم بنركز الضوء على مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومشاركتها في أيام الشارقة التراثية. خلونا نتابع التقرير. أيام الشارقة التراثية علامة بارزة تؤكد الخصوصية الثقافية والفنية والتاريخية لإمارة الشارقة، فهي ليست مجرد فعاليات واستعراض لحرف وأكلات ورقصات وأزياء شعبية فحسب، وإنما هي تظاهرة محلية تعزز مشاركات المؤسسات المحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومنها مشاركة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. الوجاهة الدخون تكون من دخون، عدة أنواع من الدخون، 6-7 أنواع عندنا الدخون عليا وفاطمة وشيخة جواهر وحصة والفخامة وعود معطر وعطر فراش، كل دخون فيه عطر وعطر فراش وعطر الجسم وكريمات معطرة والبان معطر. مشروع الهاجس جلابيات كويتية، شغلي إماراتي. تشارك المؤسسة من خلال عدد من المحلات والمشاريع التي تتلقى الدعم الكامل منها، حيث تتنوع المشاريع ما بين الملابس النسائية والعطور والدخون والرسم على الأواني والدلال وملابس الأطفال التراثية. هذه أول مشاركة لي أنا في أيام الشارقة التراثية، مشاركتي عبارة عن دخون وعطور وملابس تراثية. أشكر مؤسسة خليفة أن هي قدمت لنا الدعم. أيام الشارقة التراثية حدث هام في التراث الثقافي الإماراتي بما توفره من مناخ مناسب لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن الجميل بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. جولاتنا مستمره في مشارقه التراثيه وفي قريه التراث، نتعرف على بعض المشاركات الموجوده. اليوم ندخل سويا كهف الرعب، بيت الزيغه، وهالسنه مسمينا بيت الريعان، ونتعرف اكثر على المفاجات اللي محضرينها لنا في هذا الكهف. يلا. وبسم الله ندخل. هذه الجولة كانت في بيت الريعان اللي مشارك فيها مشارقة التراثية. طبعا لقائنا بيكون مع الأستاذ عبد الله بن لندن، مسؤول بيت الريعان وبيت الرعب. مساك الله بالخير أستاذ. مساك الله بالخير ونور وسرور. ما شاء الله كل سنة تبتكروا لنا أنت والشباب مجموعة من هذه الشخصيات المخيفة وبيت الرعب، فخبرنا أكثر عن تجربتكم في أيام الشارقة التراثية وكم سنة مشاركين فيها. والله إحنا تقريبا السنة الثامنة الحين على التوالي، وطبعا الشخصيات الموجودة في بيت الريعان عبارة عن شخصيات خرافية. كانوا قبل أجدادنا يتكلمون إن في شخصيات اللي هم بابا درياء وأم الدويس أم الهيلان وسويدة خصف وبالسلاسل اللي هو الصنقل مثل ما يسمون، كانوا يخوفون بعض الأطفال اللي دائما يدخلون في المخزن في السابق، يروحون يأخذون مثلا التمر من غير علم الأهل، فمن كذي كانوا يخوفونهم أن في المستودع هذا سويدة خصف هناك، وإذا دشيتوا بتاكلكم كذا. فهم من كذي كانوا يعلمون أجدادنا ويخوفون أن نحن ان في شخصيات خرافيه موجوده. على اساس كذي انا دائما احب اني اغامر بشخصيات تراثيه، الشخصيات الموجوده اللي شفتوهم. طبعا البيت الريعان السنه هاي احنا غيرنا، قبل بيت الزيغه السنه هاي بيت الريعان، فمثل ما تشوفون احنا متعه في المكان التراثي، نحاول نحط الحديث مع القديم. الحديث طبعا في شخصيات مثل ما انتم تشوفونهم، ولكن بالنسبه للقديم مثل بابا الدرياه، ام الهيلان، السويده خصاف، هذه الشخصيات الموجوده في التراث.
تخبرنا عن الشباب اللي مشاركين معاكم هني، ما شاء الله شباب صغار نشوفهم هم مشاركين، تجربتهم في بيت الرعب او في بيت الريعان. والله شباب ما شاء الله عليهم يستمتعون في البيت، ومثل ما انتم تشوفون هذيلا انا اعطيهم اوامر وعندي جهاز اتكلم معاهم، من يدخلون الحريم، من يدخلون الاطفال، من يدخلون الشخصيات اللي هم شويه تشوفهم يخافون، فاقول لهم ستاند باي معناته وقوف بدون حركه، تخويف معناته خوفوهم، هذين ما يخافون، على حسب ظروف الناس اللي انا اشوفهم قبل ما يدخلون البوابه احاول قد ما اقدر اتصرف وياهم. وعندكم طبعا ارشادات سلامه بالنسبه حق الاشخاص اللي يدخلون، في اشياء مثلا في اشخاص ممنوعين من الدخول، هل في ارشادات معينه قبل ما الشخص يدخل بيت الريعان؟ اكيد طبعا احنا حاطين ارشادات في الخارج، لو تاخذون نظره بعد شوي تشوفون الارشادات، ممنوع دخول الحوامل، المرضى اللي هم فيهم القلب وذوي احتياجات الخاصه اللي هم فعلا يخافون، هذه اللي احنا عندنا يعني ملاحظه دخولهم ممنوع نهائيا. تمام. وبالنسبه حق الاعمار؟ الاعمار احنا بس الاطفال اللي نشوفهم صغار نهائيا ما ندخلهم، لكن في بعض الاطفال مصرين اهاليهم ان يدخلون، واقول لهم على مسؤوليتكم وفعلا يدشون، في بعضهم يصيحون، في بعضهم يضحكون، في بعضهم يلعبون ويا الشخصيات، يعني الحمد لله 8 سنين ما عندي اي مشكله في هالمكان الحمد لله. هل استاذ عبد الله طبعا 8 سنين عمر مع ايام الشارقة التراثية، هل تتذكر مثلا صادفتكم مواقف طريفة مع هاي الشخصيات او مع الزوار خلال تواجدهم في بيت رعب؟ والله الزوار وايد مواقف طريفة كثيرة، يدشون شباب يعني شباب تقريبا 5 انفار، اقول لهم شباب حاسبوا على اعماركم شوي شوي، انا اشوفهم شباب كبار اقول يمكن يضربون الشخصيات اللي داخل، من يدخلون من الباب ما ياخذون يمكن 5 ثواني وهم طالعين برا من الخوف يركضون، وفي مجموعه من البنات يعني من يدخلن داخل يضحكن، في بعضن يخافن، فوحده تطيح وهذا هي اطمن عليها، وعندي كشاف اذا لا سمح الله وحده تعورت، وعندي اسعافات الاوليه، عندي اشياء يعني الحمد لله يعني من كثر الخبرات اللي عندي اي شغله تحصل ان شاء الله الامور طيبه ما في اي مشاكل عندي. شكرا استاذ عبد الله بن لندن، يعطيك الف عافيه. الله يسلمك، ما قصرتوا، بارك الله فيك. مشاهدين تعرفنا على بيت الريعان اللي هو كهف الرعب في ايام الشارقه التراثيه، طبعا اللي قلبه قوي وحاب يستمتع في هذه الجوله هني مع هذه الشخصيات يتوجه لايام الشارقه التراثيه تحديدا في هذا المكان ويشاهد هذه العروض. حاليا عوده الى الاستديو. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا، اذا نحن مستانسين الحقيقه ومستمتعين بهالاجواء الجميله، والحمد لله يعني حتى الجو مساعدنا بعده، يعني الاجواء ودرجات الحراره ما زالت منخفضه هني في ساحه التراث في الشارقه بالتاكيد وفي دوله الامارات بشكل عام، وهني في ساحه التراث في تنوع جميل جدا لكافه يمكن الاجنحه وكذلك ايضا الدول المشاركه في ايام الشارقه التراثيه. انا طبعا عندي بنتين في الاستوديو شرفوني يمكن يوم الخميس الماضي وكذلك ايضا اليوم، حابه طبعا اشكرهم واشكر ابوكم طبعا يمكن عاشة وفطيم الظهوري، هم بنات طبعا السيد راشد الظهوري بالتاكيد اللي دائما ما متواجد هني واللي طبعا يمكن لهم فعاليات عديده قبيله الظهوريين اساسا ومشاركه جميله. عواش اول شيء ببدا وياك، هاي ثاني مرتين مسكي المايك، يلا عواش خبريني انت شو اكثر شيء عيفت هني في ساحه التراث او في ايام الشارقه التراثيه؟ واني في المسرح اللي هناك هي يعني يوم يرقصون يراون الناس يعني الناس كيف كانوا الاوليين يرقصون هي. مثلا زين شاركتي؟ لا انا ما شاركت. ما شاركتي؟ زين انت في طيم شو أكثر شيء عيبك؟ عيبني الاستديو هني. هي؟ وأكثر شيء عيبتكم الألعاب الشعبية، لعبتوا ألعاب شعبية؟
هي زين واش انت حابه تشكرين صح؟ انت خبرتيني من قبل من يوم الخميس، انا حابه اقول كلمتين اشكر فيهم. خب يلا قولي لنا شو الكلمتين اللي بتقولينها. شكرا بابا سلطان على هذا التراث الرائع والجميل، وشكرا للذين تابعونا على قناه الشارقة، وشكرا لك يا عواشه انت وفطيم. شكرا حبيباتي. إذا بننتقل لفقرتنا الثانية مشاهدينا، ومن ضمن كذلك أيضا فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها 15، أطلق معهد الشارقة للتراث مجلة جديدة تصدر لأول مرة بعنوان مراود. يمكن هذه المجلة صدرت في أيام الشارقة التراثية وخلال أيام الشارقة التراثية، ولكن هذه المجلة هي ستكون مجلة شهرية مستمر إصدارها إن شاء الله في كل شهر من قبل معهد الشارقة للتراث. خير من يحدثنا بالتأكيد عن هذه المجلة هو ضيفنا الدكتور مني بنعامة، رئيس قسم الشؤون الثقافية ومدير تحرير مجلة مراود. حياك الله دكتور. الله يحييك. يعطيكم ألف عافية، نقول بالتأكيد يعني على هذا التنظيم الرائع لأيام الشارقة التراثية وكل طبعا الفعاليات المصاحبة لهذه الأيام. شكرا جزيلا على قناة الشارقة المواكبة لهذه الفعالية. العفو. المبرزة كذلك لهذا النشاط. شكرا. العفو. جزيلا. خبرني عن هذه المجلة دكتور، يمكن فكرة هذه المجلة، كيف تم إطلاق هذه المجلة ولماذا بالتحديد أطلقت بالتزامن مع أيام الشارقة التراثية؟ طبعا المجلة تندرج في إطار رؤية المعهد إلى رفض الساحة الثقافية. نعم. دائما بنتاجات مهمة سواء في تعلق الأمر بالكتب أو بالمجلات الثقافية والتراثية أو حتى بالفعاليات. نعم. المجلة تندرج في إطار الأعمال التراثية أو الإصدارات، وهي مجلة غير محكمة بطبيعة الحال، لكنها تعنى بالتراث الثقافي الإمارات. تنطلق أولا من المحلية من الإمارات. نعم. من ثم المنطقة العربية لتشمل العالم. المجلة رعية كذلك في طرحها وفي رؤيتها وفي سياساتها العامة أن تتبنى التراث الثقافي أينما كان. سواء في الإمارات أو الأولوية طبعا لدولة الإمارات ومن ثم تذكر التراث العالمي. صحيح، لأن الإمارات هي البيئة الحاضنة والبيئة المنتجة لهذه المجلة، بالتالي. نعم. تلاحظين أنه بأبواب المجلة هناك. نعم. عرض ضافي وهناك حضور طافح وواضح لمختلف الرموز والعناصر التراثية، سواء تعلق الأمر بالمهن التراثية أو تعلق الأمر بالزينة أو المثل الشعبي أو الشعر الشعبي. نعم. أو صحيح. تعلق الأمر بالأعلام حتى، فهناك إذن الحضور واستحضار لمختلف جوانب التراث الإماراتي. نعم. في هذه المجلة كذلك من ضمن الأولويات التي تعنى بها المجلة أن تركز على مواطن لم تعد الآن متداولة أو مطروحة في الساحة الثقافية. نعم. لأنه غالبا للأسف الشديد بعض الأعمال أو بعض المجلات أو بعض المشاريع لا يكتب لها البقاء والاستمرارية. لماذا؟ لأنها تعتمد على المواد ضعيفة ركيكة أو في الغالب انتقائية. نعم. المجلة هي لا نزعم أنها متخصصة بمعنى أنها ثقيلة الظل على القارئ، لا، بقدر ما هي بسيطة قريبة من القارئ البسيط، بإمكان أي طالب إماراتي أو أي بنت إماراتية في أي مستوى معين من الدراسة. نعم. أن يقرأ هذه المجلة، أن يستمتع بما فيها من معارف تراثية، ما فيها من معطيات تاريخية عن بيئة المكان. تعمدت أن تكون لغتها بسيطة يعني. بالضبط، لأن هي تنأى عن المجلات المحكمة بعيدة. نعم. تماما. نعم. فلغتها بسيطة ميسورة قريبة من القارئ. نعم. نحن بنتابع تقرير دكتور وإياك حول إصدار هذه المجلة، خلونا نتابع التقرير ونستكمل حديثنا حول مجلة مراود. في خامس أيام الشارقة التراثية بنسختها 15، وضمن فعاليات وبرامج أنشطتها المتنوعة التي انطلقت في الفترة من 24 من أبريل الجاري، نظم معهد الشارقة للتراث في مقره صباح اليوم حفل إطلاق مجلة مراود، والتي تعد أحدث مولود ثقافي تراثي في سماء الإمارة الباسمة، لتكحل عيون القارئ بعبق وروح التراث الأصيل، مستهدفة حفظه وصونه. وقد تحدث في الحفل سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس التحرير، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور مني بنعامة، مدير التحرير، وذلك بحضور كافة ضيوف الأيام التراثية ومختلف وسائل الإعلام. مراود جمع والمفرد مرود، والمرود هو الميل الذي يكتحل به، يصنع من العاج، من الفضة، من الذهب، من الزجاج، ومن الصدف وغيرها. هناك دلالات كثيرة طبعا يؤديها هذا أو يقدمها هذا الاسم للناس. المجلة مجلة ثقافية منوعة خفيفة مغايرة لمجلة الموروث التي يصدرها المعهد كل 3 شهور،
ربع سنوية وهي مختصة وعلمية. هذه المجلة سوف تسد فراغ الآن موجود، فراغ لمواد التراث الثقافي وللعادات والتقاليد والمأثور الشعبي بشكل عام. مراود مطبوعة شهرية منوعة من شريقة الثقافة والفنون، تعنى بكافة أشكال التراث الثقافي المحلي والعربي بطريقة مبسطة لتصل جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاته وبكافة وسائل النشر الورقي أو الرقمي، مع رصد وربط كامل لمختلف أشكال تراث العالم. المجلة موجهة لكل العائلة، هناك موضوعات تهتم بالأطفال، وهناك موضوعات تهتم بالناشئة، وهناك موضوعات تهتم بالكبار، ولكن أيضا ما يهم هذا قد يهم هذا أيضا. المجلة فيها شيء من روح المجلات التقليدية، بأن هناك صفحة كاريكاتير وصفحة، ولكن كلها تدور في فلك التراث الثقافي. وفي نهاية حفل الإطلاق تم تكريم الفائزين ببطولة الدامة الخليجية الثانية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة. حياكم الله. إذا ما زلنا نتحدث عن مجلة مراود. دكتور، أنا طبعا يمكن في أثناء تصفحي للمجلة شاهدت العديد من الأبواب مثل رحلات، فعاليات، مهرجان، إضاءة، ربما في تحقيق، في كذلك أيضا ملف. هل هذه الأبواب كلها إن شاء الله بتكون ثابتة في الأعداد القادمة، ولا هناك أيضا أبواب متغيرة؟ بطبيعة الحال هي بوصفها كمجلة تراثية ثقافية منوعة، هناك بعض الأبواب تكون ثابتة مثل باب الملف. هذا الملف في كل شهر نعتمد إلى اختيار أو انتخاب موضوع أو فكرة أو قضية لنعرضها ونبسطها في المجلة. وخير طبعا ما بدأ به هي الشارقة القديمة، تاريخ عريق وتراث عميق. طبعا هذا أول ملف يتناول من قبل مجلة مراود. طبعا لانه هذا الملف ذلك لانه لعمق الفكره ان الشارقه القديمه تسخر بالتراث العريق والماضي الاصيل. صحيح. فهناك إذن تحاور وتواصل بين الماضي والتراث الذي ما زال نحن الان نعيش في جنباته. طبعا المهم في هذا الملف اننا اردنا ان يكون مفتاحا لهذه المجله وبادره خير. صحيح. هناك بعض الابواب كذلك التي ستكون ثابته هي فعاليات ومهرجانات وتحقيقات وحوار. هناك بعض الأبواب المتغيرة، وإن شاء الله العدد الثاني سيحوي بعض المواد الجديدة غير عن العدد الأول. نعم. دائما أنه نحرص على أن تكون المجلة متنوعة ثرية، تقدم للقارئ مادة دسمة لكن بأسلوب مبسط قريب ميسور الفهم. جميل. هناك طبعا يعني إلى جانب تسليط الضوء على التراث الإماراتي ربما في العدد الأول، سلطت الضوء كذلك أيضا على طقوس الزواج في التراث اليمني. بالضبط. ربما هذا في باب إضاءة بالتحديد، أو تراث الشعوب. تراث الشعوب. تم تسليط الضوء على طقوس الزواج في التراث اليمني. صحيح. صنعاء كنموذج طبعا. بالضبط. اتخذت. أيه. فهذا معناته أن هناك ثابت. كذلك أيضا نعم هذا باب ثابت بيكون. صحيح. تراث الشعوب. أيه. وهذه نافذة مشرعة للاحتفاء بتراث العالم بشكل عام. أنه الآن باليمن العدد الجاي إن شاء الله يمكن دولة من الدول العالم غير العربي، مش بالضرورة أنه بالعالم العربي، وإن كانت الأولوية مثل ما قلت لك أنه للبيئة المحلية. هناك لدينا كذلك استحضار للتراث العالمي من خلال أسابيع التراث في ضمن باب مهرجان. نعم. استحضرنا الفعاليات التي نظمها معهد السرقة للتراث خلال العام. نعم. الشهر الأشهر يعني الماضية تشيلي وقطر والصين. صحيح. كلها كانت حاضرة طبعا، استعرضنا ومضات سريعة من هذه الأسابيع على أن يكون للتراث العالمي مساحة ومنبر للعرض. نعم. والترويج في هذه المجلة. نعم. المجلة إن شاء الله هي تعتزم أن تكون أن تضمن للقارئ التنوع والشمول في موضوعاتها المطروحة. عموما كل الشكر لك دكتور بالتأكيد على تواجدك ويانا، وألف مبروك بالتأكيد إطلاق هذه المجلة. وهناك أيضا العديد ربما من المطبوعات التي يصدرها معهد الشارقة للتراث بالتزامن مع أيام الشارقة التراثية، وكذلك أيضا مع العديد من الفعاليات التي طبعا ربما تكون من تنظيم معهد الشارقة للتراث. شكرا لك دكتور. شكرا. إذن مشاهدينا نحن وصلنا إلى ختام تغطيتنا لهذا المساء.
استوديو أيام الشارقة التراثية انتهى لهذا اليوم، لكن تغطية قناة الشارقة من الوسطى من الذيد متواصلة بعد تغطيتنا هذه مباشرة. إذا أترككم في أمان الله، تصبحون على ألف خير. انتهت مشاهدينا جولتنا اليوم في أيام الشارقة التراثية، تريونا باكر إن شاء الله في نفس الوقت. أترككم مع فرقة الهبان الإماراتي للفنون الشعبية، في أمان الله.